السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراجعة بسيطة للمواقع التي سحبت منها في التعدين السحابي. الموقع الأول دوك إتريكس، معروف هذا الموقع اللي شرحنا سابقا. بعد التسجيل الخطة المجانية تقوم بالضغط هنا على ماين، عفوا على دوك تراي، تقوم بجمع الموجود معك هنا بالتعدين حتى تصل إلى 15 تشبين، تقوم بالسحب. هناك طرق أخرى، تقوم يوميا بالضغط على هذا الزر وجمع الموجود معك، تزداد كل يوم بحسب الرصيد الموجود معك. أنا قمت هنا بالسحب البارحة، وهنا لديك مكافآت إذا قمت بعمل شرح أو لقطة للصورة للمسحوبات الخاصة بك على الـ NFR على المدونة. طيب، ما يهمنا هو التسجيل في الموقع وجمع التعدين كل يوم، وهنا كل ساعة، كل 60 دقيقة سيطلع لك هنا القوة الخاصة بك لشراء القوة. بإمكانك شراء القوة أو الطاقة من هنا. أنا قمت بالسحب البارحة تقريبا، يصلني بنفس اللحظة. هنا ويذر فوند تقريبا خمسة، أريد التاريخ الهيستوري. هذا هو الهيستوري. سحبت البارحة هنا 14 15، وصلتني 14 دوج كوين على محفظة ألف سباي. هذا هو الرمز، يبدأ بـ EF، وهنا الابلكيشن الخاص بالسحب. وصلتني 14 قطعة من للمحفظة مباشرة. هذه هي الخاصة في البارحة. هذا بالنسبة لموقع التعدين الأول الخاص بالدوج كوين. تصلك مباشرة على المحفظة عندما تصل إلى 15 دوج كوين. بإمكانك الاستثمار في الموقع، الموقع بيسحب بشكل طبيعي. ننتقل للموقع الثاني الذي شرحناه البارحة في القناة. هذا هو، أولا تقوم بربط المحفظة عن طريق الجوال ليس عن طريق الكمبيوتر، لأن اللابتوب لا يعمل بإضافة المحفظة. تقوم بالدخول على الحساب الخاص بك من هنا. ثم أد ولت، بتطلع لك هنا علامة الزائد، تقوم بإضافتها. أنا أضفتها من الجوال. هذا الموقع للتعدين المجاني للترون. كل يوم تسحب واحد ترون تقريبا، هنا لدي 1.5. جمعها اليومي، تقوم بجمع الترون كل يوم بهذا الشكل من الماينر، ثم الضغط على الزر هنا للجمع إذا كان لديك جمع فيها. ستتجمع لديك هنا في الصفحة الخاصة بك والذي 1.53. سأقوم بسحبها الآن أمامكم. بعد إضافتها إلى الترستولت هنا، أخذنا رابط الترون من الترستولت، ثم سأقوم بسحبها بهذا الشكل من المسحوبات. نعود إلى القائمة الرئيسية، وهنا ترانسفير أوت. هذه TRX، لا تسحب على الـ ER لأن رسومها مرتفعة. تأكد من المحفظة، نعم المحفظة هي نفسها. تقوم بكونفيرم، بتأكد. وهنا تسجل رابط أو كلمة المرور التي أدخلتها للسحب، وهنا تقوم بالسحب مع العلم أن العمولة 3% تقريبا. إذا تم السحب بنجاح، ولكن هنا تم السحب بنجاح. سأنتقل إلى المحفظة هنا حتى يصلني السحب إلى الموقع. سأقوم ب مراجعة مواقع أخرى للتعدين التي سحبت منها خلال اليومين السابقين. بعد موقع إيرنينج هيستوري، معروف السبينينج، هذا الموقع بتسحب منه مباشرة حسب الرصيد الموجود معك. هنا أنا سحبت آخر مرة، وصلني على البرفكت ماني تقريبا، نعم. هنا على البرفكت ماني 4، السحب بيصلك مباشرة في نفس اليوم.
موقع آخر هذا بالنسبة لي الدوج كوين، ولكن عند أول مرة تسحب الليت كوين عند الاشتراك مباشرة. بالنسبة للليت كوين يعطيك مباشرة، بعدها تسحب إذا كان لديك بونتي على البي إم اللي هو بيرفكت موني، الدوج كوين تسحبها على محفظة عندما توصل لحد أسحب. لدينا موقع آخر سحبت منه 3 مرات تقريبا، هذا هو الموقع. تسجل فيه بشكل طبيعي، اجمع الإيثريوم كلاسيك لأنها أسرع عملة بالنسبة لي السحب بشكل سريع جدا. أنا تقريبا سحبت فيها طرق هنا زيادة الأرباح عن طريق البونتي. بعد القيام بالتسجيل تقوم بعمل أي منشور على الموقع وإرسال الرابط الخاص بك إلى هنا، ستحصل على 8 دولار للتعدين. بالنسبة للمسحوبات، أنا كانت لدي هنا مسحوبات الويذر دروب ليست الليت كوين، أنا سحبت على الإيثريوم كلاسيك، هذه كانت آخر مسحوبات لي، كلها وصلتني تقريبا. على سحبتها كلها على التريست ويلت، واتصلني في نفس اليوم تقريبا بعد ساعة أو ساعتين من عملية السحب. هناك موقع آخر للترون، لم أصل إلى حد السحب، ولكن إذا أردتم الموقع فهذا هو، يعطيك 600 ترون عند الترون اي سي. التسجيل يكون برقم الجوال فقط. هذا هو الموقع. إذا الذي هنا 817 ترون، هذه أرباح البارحة فقط، يومين من التسجيل. من خلال التسجيل سيقوم الموقع ب زيادة الأرباح مباشرة بالاستثمار، إذا تستثمر من هنا الديبوزيت، ثم تقوم بالإرسال. هنا ليفل 4 ليفل 2 عدد الشركاء الخاصة بك. الموقع يسحب طبيعي بشكل طبيعي إلى حد الآن. طيب هنا هنا التعليمات الخاصة، إدارة التواصل مع إدارة الموقع. موقع صراحة ممتاز جدا، بإمكانك استخدام الجوال. هنا الترينج، الأرباح الخاصة بك اليومية تقريبا هنا لدي 41 بهذا الشكل، تقوم من هنا بجمع الأرباح الخاصة بك بهذا الشكل. هنا إذا أردت الاستمرار، أمس كانت لدي 36، اليوم 41، وهكذا تزداد معك الكمية كل يوم حتى تصل إلى 5000. ستقوم بالسحب مباشرة كل يوم. استغلوا الموقع هذا في بدايته. بقي لدينا موقعين تقريبا أو 3 مواقع، اللي هو ديفيل شرحناه في السابق، هذا هو الموقع. ولكن عند السحب لم أصل إلى حد السحب، بإمكان الوصول له تقريبا قريبا. الموقع يدفع إلى حد اليوم، وكذلك الموقع الآخر الذي اسمه كالي. ولكن هذه المواقع تحتاج إلى زيادة الطاقة التعدينية.
هذا الموقع تقريبا سأسحبه غدا أو بعد غدا. 1,600,000 ساتوشي من الداش كوين. زيادة الطاقة تكون عن طريق البار جهاز، ثم تحدد الباقة من هنا، تحدد الطريقة هنا الداش كوين، الرصيد الموجود معك يمكن استخدامه ماكس، هنا تقوم بتسجيله. ستزداد معك القوة هنا، ثم تقوم بالشراء، تحديد الخطة على السعر، وتزداد معك قوة الشراء الخاصة بك. نفسه موقع تقريبا شرحناه، هذا الموقع شرحناه تمام. الدوق هذا الموقع اسكام، هذا الموقع الاي مينينج الان صار اسكام، انا سحبت منه البارحة ولم يصلني شيء، وهنا منتظرين الوصول للسحب من اكسيوس، هو مقارب لهذا الموقع. هذا هو الموقع بطبيعة الحال، بنفس الطريقة تقوم ب الدخول لحسابك هذا الماين، وتختار 3 عملات بنفس الوقت. آخر موقع لدينا هو CMI، وهو ممتاز جدا. طبعا حذاري من هذا الموقع الاي اي، لم يعد يدفع. انا امس البارحة سحبت من $25، سحبت هنا العملة الخاصة بي اللي كانت لدي ترون، وانا قمت بالسحب ولكن لم يصلني شيء الى حد اللحظة. هذا هو، انا سحبت اليوم تقريبا، اليوم هنا اقول لي كمبليت انه جاهز، ولكنه لم يصلني الى المحفظة الخاصة بنهاية حتى هذه اللحظة. هنا ملاحظة مهمة، تدخل على العلامة التي موجود هنا، سيتم إصدار تذكرة هدية مجانية تقريبا 3 جيجا هرتز. هنا لدي تكلفة الهدية الواحدة 1 تذكرة، رصيد تذكرتك 1 تذاكر، قم بالحصول على الهدية. تقريبا 100 ساتوشي كل يوم، مستوى 2 حصول على الهدية تقريبا لا يوجد، نعم كل 24 ساعة تحصل على هدية مجانية من هذا الموقع. لا أعلم إن كان يوجد هنا باونتي، لا أعلم. مدة الموقع 27 يوم. زيادة الطاقة التعدينية تقريبا من هنا الرصيد الخاص بك، نعم هنا إذا أردت التجديد مثلا البيتكوين تقوم بإنشاء إيداع جديد بيتكوين كاش، ثم تمويل هذه العملات الخاصة بك. ينسحب هنا التبادل، بإمكانك تبادل العملات التي تريد من هذا الموقع للعملات الأخرى. هنا بيتكوين كاش، هنا البيتكوين اللي كان لديك موجود، هنا الاثريوم كلاسيك، بامكانك سحبها بالدولار. اخيرا اخر موقع لكن لا يفتح اليوم، سنرى ما طبيعة الحال الخاصة به.
كذلك لدينا الموقع الآخر. لدينا هنا موقع تعدين الروبل، كل ما عليك هنا لديك باقة مجانية. أنا قمت بشراء ب10 روبل تقريبا. هنا تقوم بجمع الضغط على كليم بهذا الشكل، من هنا كليم يزن معك رصيد السحب. وهنا لديك مشاهدة إعلانات فقط بهذا الشكل لزيادة الأرباح حتى تصل إلى السحب، وبعض الإعلانات تقوم بمشاهدتها حتى يزيد معك الرصيد لتصل إلى حد السحب اليومي إذا أردت الجمع بالمجان. طيب نضغط على الإعلانات حتى تصل إلى 1 دولار. إذا هذا هو الموقع، نقوم بالضغط هنا على ميجا هرتز بإمكان السحب الموجود. طيب حتى نقوم بعملية الانسحاب ادخل من هنا، هنا لزيادة السرعة وهنا الانسحاب سحب الأموال. لدي 0.1 سأقوم بصرفها الآن، تم صرف بنجاح. سرعة للباير موجودة في الباير مباشرة، هذه هي.